رونالدو وصاحب الهدف اليوم ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، سجل هدف الفوز، سجل الهدف الذي استطاع أن يعطي به المركز الأول في ترتيب الهدافين، وأصبح الهداف التاريخي في أوروبا على اعتبار أنه سجل 85 هدف. ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد هذا الفوز؟ نشاهد. الأهم كان هو الفوز في المباراة والعودة بثلاثة نقاط. لعبنا ضد منتخب لعب من أجل كل شيء لتفادي الخجور من المنافسة، وتفاجأنا بهذا المستوى وبهذه الشراسة والقتالية، ولم نتصور تلك المعاناة. والمهم أننا سجلنا الهدف وحصلنا ثلاث نقاط، وأنا سعيد بذلك. ما هي التطلعات لباقي المنافسة؟ هي مواصلة العمل ومحاولة الخروج من مرحلة المجموعات والتقدم للدور القادم، وبعد ذلك سنرى. ونحن أهدافنا نحدد مباراة بمباراة، ونحاول أن نكون أن نتصدر المجموعة إذا ما أمكن ذلك، ونحن نفكر مباراة بمباراة. شكرا جزيلا لك. طبعا رونالدو تحدث وفوجئ، كما قال فوجئ بأداء وشراسة المنتخب المغربي، لم يكن يتوقع ذلك. طبعا هذه أيضا شهادة أخرى تبين على أن المنتخب المغربي قدم ما كان عليه أن يقدم ولعب بشكل جيد، افتقد فقط إلى التهديف. خسر وودع المونديال قبل أن يلعب المباراة الأخيرة في كالينينغراد أمام إسبانيا. نهاية هذا الاستوديو. شكرا كابتن هيثم فاروق. شكرا خالد. شكرا أيضا نونو غوميز حد أفر بالطبع. شكرا جزيلا لكم البرتغالي. شكرا كابتن يوسف. طبعا عرض لك المنتخب المغربي، هي تجارب، ومن هذه المباريات نتعلم الدروس حتى نرتقي بالمستوى. أشكر أيضا زملائي نواكم معنا هذه المباراة، الحي النقل الحي والمباشر من ملعب جوجنيكي هنا في موسكو. شكرا لكم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة. لا تنسوا مباريات دائما مستمرة، اليوم السعودية أمام الأوروغواي، وفي المساء مباراة إيران وإسبانيا التي تهم المجموعة الثانية. إلى اللقاء. We'll be right back.